زي ما قلنا شباب جوه المعده اللي احنا بندرب عليها دي اللي هي الار ام يو او اللوسي ار ام يو تايب ام كي اي مفتاح زيتي ب 3 سويتش 2 رينج مين سويتش مفتاح تفرع لو اسمه فيوزد تي اوف سويتش وده خاص بتغذيه الفيدرز او تغذيه الترانسفورمرز اللي واخده التغذيه من الرينج مين يونت. اول جزء عندنا في التاسك بتاعنا هو عمليه ريبليسنج للفيوزز اللي موجوده داخل الار ام يو. طبعا قبل ما اعمل عمليه ريبليسنج المفروض ان انا اعمل تشيك على اليونت بتاعتي اشوف البوزيشن الديكيتورز اعرف منها البوزيشن بتاع السويتشات هل هي اون هل هي اوف هل في موجود الارمات على الجهاز الفولت انديكيتور او الارت فولت انديكيتور مبين التسرب الارضي اللي موجود لان احيانا طبعا بيحدث الفصل اللي هي تي اوف سويتش عن طريق فولت موجود في الترانسفورمر او العطل على الترانسفورمر فلازم يكون عندي الارمات ما ينفعش ان انا اعمل توصيل وفي الارم موجود على الارت فولت انديكيتور لازم اعمل ليه ريسيت طبعا قبل ما اعمل عمليه التوصيل للتي اوف سويتش. اول جزئيه عندي هي عمليه الريبليسنج للتي اوف سويتش. الفيوز اللي موجود داخل الوحده بتاعتي او اليونت بتاعتي هو فيوزات تعتمد على قدره المحول او الريتنج بتاعها بيعتمد على الريتنج بتاع الترانسفورمر اللي انا بغذيه. عشان اعمل ريبليسنج للفيوز ده فلازم طبعا عندي اعمل اوبن للكفر اللي موجود على الفيوزات. الكفر ده مش هيفتح يا شباب الا بعد عمل اوبن وايرثون للتي اوف سويتش بتاعه. صح؟ احنا قلنا طبعا عندي طريقتين التي اوف سويتش بتاعي بيفصل بيهم يا اما مانوال يا اما اوتوماتيك. طبعا المانوال لو انا عايز اعمل صيانه او اعمل انسبكشن للفيوزات او اعمل ريبليسنج للفيوزات وازود الريتنج بتاعها او التغيير او الفصل للتي اوف سويتش. اوتوماتيكي عن طريق ايه قلنا؟ اوتوماتيك عن طريق ها؟ عن طريق لا عن طريق اللون لاحد الايه؟ الفيوزات اللي موجوده نتيجه ايه؟ وجود فولت. طب احنا دلوقتي هنعمل ريبليسنج للفيوز يبقى لازم احول وضع التي اوف سويتش بتاعي او الفيوز التي اوف سويتش بتاعي من وضع الاون اللي هو موجود قدامكم ده الى وضع الاوف وبعد كده اعمل ليه ايرسون وبعد كده اعمل ايه؟ فتح للكفر اللي موجود عليه. طبعا احنا قلنا ما فيش حاجه هنا ما استخدمش الاوبريتنج هاندل في عمليه الاوبن او عمل فصل للتي اوف سويتش. في عندي هنا حاجه اسمها تريب ليفر يا شباب اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وبيتم الضغط على هذا التريب ليفر لتغيير وضع البوزيشن او الوضع بتاع المفتاح التي اوف سويتش من وضع الاون الى وضع الاوف. لاحظ معايا شكل او وضع الانديكيتور بعد الضغط على التريب ليفر ده كده كده المفروض الوضع بتاع المفتاح بتاعي اتغير من وضع الاون الى وضع الايه؟ الاوف. تمام كده يا شباب؟ زي ما انتم شايفين اتغير الوضع بعد الضغط على هذا الليفر الى وضع الاوف. طيب انا طبعا مش هقدر برضو افتح الغطاء او اصل الى الفيوزز اللي موجوده جوه الا بعد فتح الغطاء، والغطاء مش هيتفتح الا اذا عملت ايه؟ ايرث اون. طيب اعمل ايرث اون طبعا هنا بالضغط على التريب ليفر ولكن باستخدام الايه؟ الاوبريتنج هاندل. طالما بالنسبه للتي اوف سويتش يا شباب طالما انا المفتاح بتاعي على وضع الاوف او البوزيشن بتاعي على وضع الاوف للانتقال من وضع الاوف الى وضع الاون مره اخرى او من وضع الاوف الى وضع الايرث اون لابد من عمل ايه؟ ريست للسويتش بتاعي. عمل ريست يعني استكمال مشوار الايه؟ الفصل. طيب عندي هنا الريست زي ما انتم شايفين قلنا الاوبريتنج هاندل ديت ليها أربع أوضاع 1 و2 و3 و4 تمام؟ الماركينج اللي موجود على الأوبريتنج هاندل هو نفس الماركينج اللي موجود على الأوبريتنج شافت أو عمود التشغيل اللي أنا بشغل منه المفتاح بتاعي بغير وضع السويتش بتاعي. هنا أنا عملت أوف عشان أنتقل من وضع الأوف إلى وضع الإيرث أون لتغيير الفيوزات لابد أن أعمل ريسيت والريسيت عندي هنا بيقول لي وضع الريسيت المفروض يد التشغيل تبقى على وضع 4 ولاعلى. طيب انا هركب اليد بتاعتي على وضع 4 وهعمل ريست للسويتش دلوقتي. كده انا عملت ريست للتي اوف سويتش. بعد كده الخطوه بعد كده هو عمل ايه؟ ايرث اون لتغيير الفيوزات. طيب الجزء اللي تحت الاوبريتنج شافت اللي تحت ده خاص بالايرث سواء كان ايرث اون او ايرث اوف. هنا بيقول لي عشان تعمل
ايرث اون، هنا عندي ايرث اون واحد الى اسفل، ايرث اوف اربعه الى اسفل. طبعا انا المطلوب مني ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ايرث اون. يبقى المفروض اليد بتاعتي او البريدنج هاند بتاعتي تبقى على واحد الى اسفل. ماشي يا شباب؟ كده انا عملت ايه؟ عملت ايرث اون. اتاكد ازاي ان انا عملت ايرث اون؟ بالانديكيتور او البوزيشن انديكيتور اللي موجود على الوحده بتاعتي، تحول الوضع بتاعي من اوف الى ايرث اون. اوكي يا شباب، في الحاله دي انا كده جاهز ان انا افتح الغطاء على الفيوزات. ده بنسميه الفيوز كفر. زي ما انتم شايفين يتم العمل في هذه الجزئيه او في هذا الجزء الخاص بالفيوزات بحذر شديد وببطء شديد لوجود الزيت داخل المعده ولمنع انسكاب الزيت. يتم العمل ايه؟ تمام كده يا شباب. كده انا وصلت الى الفيوز هولدر او حامل الفيوزات، ليتم رفع الفيوزات طبعا باليد ببطء شديد الى اعلى باستخدام التو هاندل بتوعي. اترك الفيوزات لفترة قليلة لتصفية الزيت، وبعد كده اكمل مشوار رفع الفيوز هولدر لتغيير الفيوزات. كده تم تصفية الزيت من على الفيوزات، نستكمل مشوار رفع الفيوز هولدر. بعد كده بترك الفيوزات برضو لفترة كافية لتصفية الزيت اللي موجود على الفيوزات. بعد كده بقوم بعملية تحرير الفيوز عن طريق فك المسامير اللي موجودة عندي دي على الماسكات او الكلبسات اللي موجودة على الفيوزات.